لكان كيف بدك يعني قطعه؟ لا تقطع الفليفلة بتقتليها بعد ما بيجي دور البندورة، أكيد ما رح تضل عايشة، بتحطي البيض بالأخير. ليش ساكتين؟ عندكم شي مشكلة؟ إبرو خانم، القبر جاهز. مع السلامة بابا. شو ارتحت بعد ما قتلت الخضروات؟ دوقيها دوقيها. انت اللي قتلت شاهين جيجال؟ مين شاهين جيجال؟ هذا الزلمة اللي هاجم بيتي وقوص علينا. شايف الصدفة؟ هذا شريخ خالك السابق. مين قصدك بخالي؟ ممكن الزيتون؟ شكراً ابن حماي. برأيك ممكن يكون هو نفس الزلمة اللي لحقناه وترك لي هاي الذكرى البسيطة يلي برجلي؟ معقول يكون هو نفسه؟ أنا ما بعرفه. ما فهمت، كيف ما بتعرفه؟ أنت ما بتعرف الزلمة اللي حاول يحرقنا ونحن عايشين جوات البيت؟ مو هو اللي ضرب علينا رصاص مثل المطر؟ لحظة لحظة استني، مين حاول يحرقك وما قلتيلي؟ أنا اللي عم أسأل مين؟ لا أنا عم أسأل مين يلي حاول يحرقك. خلاص منحكي بالموضوع بعدين. ليش في وقت مناسب أكتر من هذا الوقت؟ أخي والله معك حق يا ابن حماي، أختك بتضل تلف وتدور وما بتاخد منها لا حق ولا باطل. بصراحة أنا ما بقدر عليها، بتدور على الأسلحة وبتعمل مشاكل وحيل كتير، وأخوك معه حق بالنتيجة. ما فيك تضل تلفي وتدوري على حدا، مهمته القانون. أنا بعرف هالشعور. وين كنت لهلأ يا صهري؟ كان عندي شغل ضروري. شو وينها خالتي؟ شفتها من شوي رايحة على غرفة جولسوم، ليش خير؟ لا ولا شيء. رجع لهون وحاكيني. خير؟ ليك أنا رح أحكي معك بصراحة، ورح أحكي مرة واحدة بس. وأنت بتعرف ما بحبك بسبب عمايلك. واصلني شعورك كتير. من بالبيت بعدين. شوفك بخير. رح أطلع معك مشان واجبك. أنت اللي جبتها معك لهون؟ كانت قلقانة عليك، شو أعمل؟ صار شي؟ يعني خلصنا منه ومن شكله، بس السيارة والسلاح ضلوا هنيك وقت هربنا، ولما رجعت ما لقيت لا السيارة ولا الأسلحة. وشو الحل؟ ما فينا نعمل شي، بس إلا ما نلاقي حل خلي أدنيك مفتوحة. طمنيني عنك. منيحة، وأنت كيف حالك؟ شو شبعانة؟ ما شفتك أكلتي شي. مالي نفس، مالي نفس، شبعت من الخدع اللي عم تحكيها. بدي إياك تفسر لي اللي صار. ليش شو اللي صار؟ كم مرة قربت من الموت ولعبت عليه مثل البهلوان على حبل؟ كم مرة قلتلك لا تلحقيني؟ كم مرة قلتلك؟ ماشي، أخوك يجيت حكالي عن أبوك.
عن الحلاق نجدب. شو اللي جاب سيرة أبي هلا؟ عرفت إنه أبوك كان إنسان طيب كتير، صادق وبيحب شغله. إيه معك حق. يجعل مثواه الجنة. آمين. كان مثل ما قلتي. قتلت اللي قتله وعمرك 12 سنة. وإذا بده يرجع بقتله من جديد. ومن بعدها أنت اعتبرت خالك مثل أبوك. ما في شي من هاد. إيه بس أنت بتعمل كل شي بقوله فرهاد. كلامي مزبوط؟ لا تتدخلي بشي ما بتفهمي دكتورة، بلا ما تبيني كذابة. مو صعب أفهمه فرهاد، أنت بتاخد الأرواح وأنا بنقذ الأرواح، صعب أفهم هالشي يعني؟ ليكي دكتورة، اسمعيني منيح، كلنا بشر وكلنا رضعنا حليب من أمهاتنا. ناس بتقتل مشان تعيش، وناس بتقتل لحتى تحمي اللي بتحبهم، وناس بتعمل هيك لأنها هواية عندها. وأوعك تفكري للحظة أني بحب كل هدول الناس. لأني ما بحب القتل للقتل، بس الخاين بقتله وما بتحمله لأنه بيستاهل، وليكون عبره لغيره. ما بعرف ليش يجيت حكالك عن الماضي تبعي، بس هالموضوع ما بيهمني كتير. ومدام ما رح تاكلي قومي. تفضل. في شيء ضروري لازم أقوله. قول. فرهاد قتل يلي اسمه شاهين جيجال، قوصه بالمسدس على راسه. وينه فرهاد هلا؟ ضلت السيارة جنب بيت شاهين، قال رح يشوفه قبل ما تيجي الشرطة، وطلب مني خبرك بكل شيء صار. فوتي إيديل. تعمليها عملتيها، ليش ما حاولتي تخلصي مني وقت رحتي؟ معناتها خليكي على وضعك، ماشي على الطريق الصح. شوفي ما عاد في رصاص عم يمر من فوق روسنا، صار فيكي تروحي على المشفى إمتى ما بدك وما في مشكلة بالمرة. أنا موافق سلفا. إيه بس لا تعملي شغلات بتضايقني بعد هلا، اتفقنا؟ ليش ما بتعطيني قائمة فيها الشيء اللي لازم أعمله واللي مو لازم أعمله؟ لعيش حياتي حسب القائمة مو أحسن هيك؟ اكتبي القائمة بنفسك أحسن لك. بدي أسألك سؤال، كنت عم تقولي إذا رحت يا أما رح تموت ويا أما أنت رح تقتل الكل وترجع، شو اللي صار؟ ليش أجيتي ومشيتي وراي؟ خير يا ترى؟ خير خير. بضل بقلن إنه الخير مكتوب على جبين الخيل ما بيفهموا عليه. هذا هو كل اللي صار. رجع لحتى ينتقم منا. جهز قبور لكل واحد فينا بهذا البيت. التقينا بالأوتيل تبعه، أخذوني رجال وسكروا لي عيوني حتى ما أعرف وين هو بالضبط ومنين الطريق لعنده، بس صورنا كلياتنا كانت بغرفته، حتى صورتك أنت. صورتي أنا؟ كل اللي كانوا يحبوني وكل اللي إلهم صيلة فيني. وشو يلي رح يصير هلأ؟ ما رح يصير أي شيء. نامق؟ أنت ما عم تقول إنه هو عم يهددنا؟ فرهاد خلص.